مكتب المجلس الشعبي الوطني يعلن حالة شغور منصب رئيس المجلس، ويخطر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لتقديم تقرير إثبات الشغور في أجل أقصاه أسبوع. في اليوم الوطني للهجرة، شواهد عن مجازر 17 أكتوبر، ونهر السان بباريس يوثق تضحيات الجالية الوطنية بالمهجر ويكرس انتماءها للوطن الأم. الطبعة 19 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، عروض تحفيزية وفضاء للتعريف بالمؤهلات السياحية للجزائر. إعادة إسكان 2000 عائلة بالعاصمة ضمن المرحلة الثانية من العملية 24. وفي إطار القضاء على الشاليهات، إعادة إسكان 440 عائلة ببلدية ثنية ببومرداس. اتفاقيات شراكة وتبادل الخبرات الطاقوية في اختتام الطبعة 9 بصالون الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة بوهرة. تحية لكم والسلام عليكم. أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع استثنائي عقده اليوم برئاسة النائب الحاج العاي بصفته الأكبر سنا في مكتب المجلس، أقر بالأغلبية المطلقة حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهذا طبقا للمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس، ونتيجة وضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب سحب الثقة من رئيس المجلس السعيد بوحجة ومطالبته بتقديم استقالته، ورفض رئيس المجلس الاستجابة لهذا المطلب. هذا وقد تم إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس بهذا القرار لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور في أجل أقصاه أسبوع. نظرا للقرار، أغلبية النواب وعددهم 351 نائب بسحب الثقة من السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بتقديم استقالته، نظرا للرفض الرئيس المجلس الشعبي الوطني لإصغاء أغلبية النواب الذين انتخبوه في 23 مايو 2017، نظرا لانسداد ناتج عن هذه الوضعية واستمرار شلل جميع النشاط المجلس الشعبي الوطني، وأمام هذه الأوضاع استثنائية وطبقا للمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، قرر المكتب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة أولا إقرار حالة شغور منصب رئيس مجلس الشعبي الوطني، ثانيا اختار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بهذا القرار لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور، وذلك من في أجل إقصاء أسبوع واحد. في الذاكرة التاريخية، تستوقفنا محطة هامة من تاريخ نضال الشعب الجزائري 17 أكتوبر 1961، يوم لترسيخ الانتماء، يوم وهبت فيه جاليتنا الوطنية بالمهجر أرواحها فداء للوطن. تعود الذكرى بعد 57 عاما، والجزائر على عهد الوفاء للشهداء، وقد قطعت أشواطا كبيرة في مسيرة البناء والتشييد وإرساء دعائم دولة الحق والقانون على أسس التنمية المستدامة. الاحتفالات الرسمية بذكرى احتضنتها ولاية البيض بإشراف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، الذي أكد أن الذكرى محطة هامة من تاريخ الجزائر تدخل في إطار كتابة وتوثيق الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة. المتابعة لعبد الوهاب تفتيس. ولاية البيض تقف وقفة إجلال وعرفان لمن دفعوا بأرواحهم ليعلو صوت الجزائر في يوم برهن فيه المهاجرون أنهم متمسكون بقضيتهم، فجعلوا منه وسمة عار في تاريخ المستعمر. لقد كانت مظاهرات الجالية الجزائرية بأرض المهجر يوم 17 أكتوبر 1961 و900 ألف دفعا قويا للثورة خارج حدودها الإقليمية،
حيث أكدت بالبينة أن قوة الترابط والتلاحم العفوي بين أبناء الجزائر في الداخل والخارج، وأثبتت التماسك الراسخ للجالية الجزائرية المهاجرة بمصير وطنها. الذكرى 57 لأحداث 17 أكتوبر محطة أخرى ترسم إنجازات صنعها أبناء الجزائر وفاء لمبادئ نوفمبر ورسالة الشهداء. بقرار من فخامة رئيس الجمهورية أن تكون الاحتفالات كل مرة في ولاية، حتى يحس الشعب الجزائري والمواطنات المواطنين بأن الثورة عمت كل الشعب الجزائري من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. هذا السنة تحت شعار 17 أكتوبر دليل الفداء وعنوان للتضحية وللقيم. إذن هذه المحطات التاريخية تدخل في إطار تعريف التاريخ وتبليغ التاريخ، وتدخل كذلك أن الدولة مهتمة بالتاريخ ومن صنع تاريخ الجزائر. هذا هو الدور تاعنا، والدليل على ذلك احنا في بيت من بيوت من المجاهدين اللي شاركوا في ثورة التحرير وشاركوا كذلك بكل ما يملكون حتى تعيش الجزائر ويعيش الجزائريين في رفاهية ومرفوعين الرأس. عدة نشاطات ميزت هذه الذكرى التي تعد محطة مهمة في تاريخ الجزائر الذي يبقى المرجع الوحيد في بناء مستقبل أسسه الأمن والسلام. وتخليدا لأرواح الشهداء، وخلال وقفة ترحمية بضواحي جسر سان ميشيل ورصيف مارشينو بالعاصمة الفرنسية باريس، أشرفت عمدة باريس آني دالغو على تغيير اللائحة التذكارية المخلدة لمجازر 17 أكتوبر وإبدالها بنصب فني، وهذا بحضور السفير الجزائري بفرنسا عبد القادر مسدوة. التغطية لعفاف بالهشات والتقرير لصالح قاسي. بجسر سان ميشيل بباريس الذي كان شاهدا على مجازر 17 أكتوبر 1961، تم اليوم الترحم على أرواح الشهداء الجزائريين الذين خرجوا أنذاك في مظاهرة سلمية والتي دعت إليها فيدرالية جبهة التحرير الوطني. مراسيم الترحم تمت بحضور سفير الجزائر بفرنسا وعمدة باريس ومجاهدين وشخصيات سياسية. الله يرحم الشهداء والله يرحم الاولاد اللي ماتوا على البلاد هذه. سي لا كونكليزيون بور لانديبوندانس دو الجيري سايتي لو 17 اكتوبر لي 20 جور دو غريف اي دوتر ايفينمون كو كي اون كوروني لانديبوندانس نو ني فيير دو تو سا. ايش كو جو فودري اجوتي سي دو نو افيون دي زامي فرانسي كي اون ايدي لو اف ال ان بوندون لا غير ايل ايت هور كو اوجوردي انكور ايل ييه des Français qui aiment l'Algérie indépendante. Je me souviens vraiment très précisément, comme si c'était hier, des débats enflammés, des mots très durs qui avaient été prononcés. Mais vraiment, les mentalités ont évolué et aujourd'hui, personne ne remet en cause. En tous les cas, je n'ai eu absolument aucune opposition sur l'idée d'améliorer et d'aménager cette stèle pour que ce soit un lieu de recueillement encore plus solennel. الرئيس الفرنسي وفي تغريدة له على تويتر أقر بأن 17 أكتوبر كان يوما من القمع العنيف للمتظاهرين الجزائريين، مؤكدا أن الجمهورية الفرنسية مطالبة بأن تواجه الحقائق حول ذلك الماضي القريب وآثاره الراهنة. pas moins de 30 rassemblements au niveau de toute l'île de France, pas uniquement ici. Donc, et nous allons accompagner en tant qu'ambassade, en tant que consulat général et en tant que consulat également. Tous ces rassemblements, ce sera un moment de recueillement un peu partout au niveau de l'île de France et je crois que c'est une part de reconnaissance de ce qui a été, de ce qui a été fait. Et je crois que nous ne pouvons avancer qu'en reconnaissant un petit peu tout ce qui a été, cette part commune dans l'histoire de nos deux pays. وقفة ترحم جرت أيضا أمام اللوحة التذكارية التي خلدت الحدث المأساوي ترحما على شهداء المجزرة. وبالمناسبة، تظاهرات ووقفات للتخليد والاعتبار عبر مختلف ربوع الوطن. توفيق عجلي. 17 أكتوبر يوم للفداء والتضحية، يوم خلده المتحف المركزي للجيش بمحاضرة عرجت حول أدق تفاصيل الأحداث وشهادة لمن عايش الجريمة الفرنسية ضد الجزائريين، ليكون المتحف لوحة لعرض جرائم الاستعمار ويؤرخ لأحداث صنعت تاريخ أمة مناضلة. الاحتفالية أحيتها الأسرة الثورية بغرب البلاد ببرامج تحاكي يوم الهجرة وما قام به العدو الفرنسي ضد العزل المطالبين بالحرية.
الجنوب استرجعت الذكرى بوضع أكاليل من الزهور والترحم على أرواح الشهداء والوقوف على عدة مشاريع في طور الإنجاز وتسميتها بأسماء مجاهدين صنعوا مجد الجزائر. ذكرى امتزج فيها التاريخ بالتنمية واستفادت مجمعات سكانية ريفية بشرق البلاد بالغاز الطبيعي ومرافق عدة توسمت بأسماء الشهداء، وانطلقت مشاريع لتزويد 2000 عائلة بغاز المدينة والكهرباء الريفية ومياه الشروب. العاصمة وبساحة الفداء خلدت الذكرى بمراسيم احتفالية بوضع إكليل من الزهور وتسمية بعض الأحياء بأسماء شهداء الجزائر. سي أحمد أمزال، واحد من أعضاء فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، شاهد عيان على مجازر 17 أكتوبر، وإن كان من بين الناجين من الموت وقتئذ، فهو اليوم مع كبر سنه يكشف لنا جوانب من الكفاح بالضفة الأخرى. خليل تواتي اقترب من عم أحمد. ما يزال سي أحمد أمزال ذو 88 سنة يتذكر أيام النضال بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. يومها كان سي أحمد ورفقائه مسؤولون عن جمع الاشتراكات من المهاجرين لتمويل الثورة التحريرية. حنا الدور نتاعنا نجمعوا الاشتراكية، وكان نجمعوا الاشتراكية نجيبوه المثل حسن سير يجي واحد خاص المثل لهذه الشؤون يدير اشتراكية 5 خطرات هما يحسبوا باش جابوا الاسمو الاخر لصهم سويسرا. لازم يكون ما كانش لعب الدراهم هذوك الحصرة سيدي يشريو بهم الأسلحة، يشريو بهم الحصرة سيدي الحوايج اللي هما مهمين للجبهة. وعن مظاهرة 17 أكتوبر يروي عمي أحمد فظاعة القمع والتعذيب الذي تعرض له الجزائريون آنذاك. هم يشاركوا في اسمه في يرموهم في الأسد، وسلكت لها في الأسد، ولكن طولي الطريحة انت عندك مدفوع. بفضل السي أحمد وأمثاله فتحت جبهة لم يكن المستعمر يتصور أنها ستنقل الثورة إلى عقر داره ليخسر آخر معاركه فيما يعرف بمعركة باريس. فتحية عرفان لصناع المجد. هذا ويقترح عليكم التلفزيون الجزائري بهذه المناسبة صفحة خاصة بعنوان انتفاضة نهر السام. الصفحة من إعداد الزميلة سهام ريغي، وتأتيكم هذا المساء على القناة الأرضية في حدود 10:00. في ملفية التعاون يشارك رئيس المجلس الدستوري مراد مدرسي غدا بمدينة البندقية الإيطالية في أشغال الدورة 16 للجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون التابعة للمجلس الأوروبي والمعروفة بلجنة فينيسيا التي تعد الجزائر عضوا دائما فيها منذ عام 2007. الدورة تتناول عدة مواضيع تتعلق بالتطورات الدستورية والتشريعية للبلدان الأعضاء في اللجنة، كما سينعقد أول اجتماع للجنة الفرعية حول حوض البحر الأبيض المتوسط التي تشغل فيها الجزائر نيابة الرئاسة. وبالكويت أكد اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي في كلمة له في أشغال الدورة 89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، أكد حرص الجزائر من أجل دعم برامج وأهداف المنظمة وتمكين الدول العربية من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق ضمان العمل اللائق ومحاربة البطالة والفقر. وعلى هامش الأشغال التقى مراد زمالي المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري. اللقاء تناول قضايا العمل العربي المشترك والتحديات التي تواجه العمل العربي لا سيما البطالة. إلى ذلك تحدث الوزير مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالكويت هند صبيح براك الصبيح، حيث استعرض زمالي التجربة الجزائرية الرائدة في مجال إدماج وتشغيل الشباب واستحداث المؤسسات المصغرة. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يشارك وزير الشباب والرياضة محمد حطاب غدا في أشغال المنتدى الإقليمي سلم ورياضة الذي تحتضنه جزيرة رودز باليونان تحت شعار الرياضة وحركية المجتمعات. وفي ملفية التعاون السياحي
توجت اليوم أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة الجزائرية التونسية، توجت بالتوقيع على محضر اجتماع بين وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود ونظيرته التونسية سلمى اللومي الرقيق. محضر الاجتماع تضمن تبادل المعلومات والتسويق السياحي والتهيئة السياحية للمناطق الحدودية بين الجزائر وتونس. عملاً بالتوصيات الأخيرة للقاء الوطني لتنمية المناطق الحدودية، يجب دور التذكير في تعزيز العلاقات التعاون بين البلدين من خلال الهيئات السياحية والفندقية للولايات الحدودية لكلا البلدين. أجدد استعداد وزارة السياحة والصناعة التقليدية التونسية لتطوير علاقات التعاون الفني وتبادل الخبرات بيننا في مختلف المستويات على غرار الترويج والجودة والتهيئة السياحية والتكوين. وتحت شعار الجزائر أرض السلم والضيافة، أشرف اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود بقصر المعارض، أشرف رفقة عدد من أعضاء الحكومة ووزيري السياحة النيجيري والتونسي، أشرف على إطلاق فعاليات الطبعة 19 للصالون الدوري للسياحة والأسفار. التظاهرة التي تتزامن انطلاق موسم السياحة الصحراوية تشهد مشاركة أزيد من 300 عارض، بينهم 124 متعاملا من 13 بلدا. يونس الكحديب والتفاصيل. أهم وأكبر تظاهرة سياحية في الجزائر، الصالون الدولي للسياحة الذي يعد فضاء ملائما يمنح المتعاملين والفاعلين في المجال السياحي فرصا لتبادل الخبرات وربط علاقات عمل بينية والترويج للجزائر كوجهة سياحية. في قطاع السياحة نعيش ديناميكية جديدة، ديناميكية ندوها من القوة تاعنا من برنامج فخامة رئيس الجمهورية ومن المخطط الاستراتيجي اللي وافق عليه السيد رئيس الجمهورية والمبني على قواعد خمسة، وهي الشراكة، التكوين، تحديث المنشآت القديمة وإعادة الاعتبار لها وتحديث وكذلك تسهيل عملية الاستثمار والترقية للوجهة الجزائر. الجزائر وجهة سياحية بامتياز، الجزائر دولة قارة اللي فيه كل العوامل النجاح السياحة. مسعى الجزائر لاعتماد الاستثمار السياحي كبديل اقتصادي يدعم مداخل الدولة من المحروقات يتجلى في الاستراتيجية المسطرة من قبل الحكومة لترقية السياحة وجعلها قطاعا مدرا للعملة الصعبة. وصلنا من الناس اللي حضروا لي 308 بارتيسيبون هادو باش يخرجوا افيك دي كونفونسيون افيك دي كونفونسيون دو بارتناريا واتفاقيات جماعيه او اتفاقيات ثنائيه باش نطوروا العلاقات، باش ننشطوا اولا السياحه المحليه لو توريزم انترن، نحثوا الشباب نتاعنا فيغ لا ديستيناسيون الجيري توت ديستيناسيون دو سود الجيريان. كما تخللت هذا الصالون نشاطات وتظاهرات متنوعه إضافة إلى ورشة عمل بين المتعاملين الجزائريين والأجانب لتبادل الخبرات والتجارب. تواصلت بالعاصمة فعالية المنتدى الجزائري الأمريكي الفلاحي بتنظيم لقاءات بين رجال أعمال جزائريين وأمريكيين لبحث سبل تطوير إنتاج الحليب في الجزائر، هذا في خطوة نحو إيجاد أرضية لشراكات مربحة للطرفين في مجالات تتعلق أساسا بتربية المواشي المنتجة للحليب والري وغيرها، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية في هذا المجال. شدد وزير الاتصال جمال كعوان من مستغانم على تكريس مبدأ حرية التعبير للصحافة الجزائرية في ظل احترام قيم أخلاقيات المهنة والاحتكام للقانون. كما أشرف الوزير على افتتاح ملتقى دولي حول التكنولوجيا والإعلام الرياضي بحضور نخبة من المختصين في هذا الميدان. المراسلة لسفيان مقنين. الطبعة 6 للملتقى الدولي للإعلام الرياضي والرياضة التي أشرفت على تنظيمها جمعية الصحافة الرياضية لمستغانم والمنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين ناقشت دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الرياضة والعمل الصحفي، حيث شهد الملتقى حضورا نوعيا للإعلاميين الرياضيين، وأشرف على افتتاحه وزير الاتصال جمال كعوان الذي أكد على دور الإعلام في نشر قيم التسامح والسلم والتضامن. إن قطاع الاتصال حريص على تمكين الإعلاميين من هذه التكنولوجيات تفعيلا لاستراتيجية القطاع التي تركز على الرقمنة وعلى دعم الإعلام
الجواري وتطوير الأداء احترافي الصحفي. إن بلادنا التي أحيت مؤخرا ذكرى 13 لميثاق السلم والمصالحة الوطنية تنعم بفضل السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالأمن والاستقرار، كما تعرف ديناميكية تنموية نشيطة على أكثر من صعيد. لقد كان الإعلام الوطني حاضرا في هذه المراحل، وهو اليوم يرافق باحترافية مجريات أحداث مميزة للشأن الداخلي. وزير الاتصال زار أيضا إذاعة مستغانم، أين أكد مرة أخرى على ضرورة التحلي بأخلاقية المهنة والاحتكام للقانون في ظل حرية التعبير المكرسة دستوريا. الحرية راهي يعني مكرسة وراهي حقيقة موجودة على الصحفيين التمسك بأخلاقاتي، ولكن الحال ما ماشي هكذا. كاين قانون، كاين قانون يدير الفرق بين كل الجزائريين. الوزير أيضا زار مقر جريدة محلية بمستغانم، أين شجع الصحفيين على الاهتمام بالمشاكل اليومية للمواطن وثمن دورهم في الإعلام الجواري. إلى قطاع السكن، حيث انطلقت اليوم بالعاصمة المرحلة الثانية من العملية 24 للترحيل وإعادة الإسكان، والتي تشمل نحو 2000 عائلة من قطني البيوت القصدرية المحاذية للأودية والمناطق المعرضة للفيضانات والطرق السريعة. العملية التي أشرف عليها اليوم للعاصم عبد القادر زوخ تتم على مرحلتين، وتمس 17 موقعا موزعا على أقاليم 20 بلدية تابعة لعشر مقاطعات إدارية. للتلفزيون ويزا العوفي. معاناة الانتظار التي دامت لسنوات انتهت اليوم بعد الاستفادة من سكنات جاهزة ولائقة. 1100 عائلة دخلت مساكنها بالحي الجديد ببراقي. جينا في كل مكان وصبرنا، واليوم الحمد لله ولادنا فرحانين، وإن شاء الله نطلبوا ربي يحفظ لنا البلاد. دوكا الحمد لله يا ربي اختي، شومبرا كاين، كل واحد حاب نتزوج دوكا، مره دوكا لازم نتزوج انا في بوتفليقة، وإن شاء الله ربي ما نقدرش نعبر. فرحتي اليوم؟ فرحة ما تتصورش. فرحنا بالسكنة، ما تتصوروش كيفاش فرحنا. والي العاصمة عبد القادر زوخ وخلال إشرافه على عملية الترحيل أكد أنه سيتم إنجاز مجمعات مدرسية في الموقع السكني الجديد الذي يضم حاليا مجمعا مدرسيا ببناء جاهز. هذا بناء جاهز مؤقت، فقط نضمنه، نحاوله في قدر الإمكان نضمنه التمدرس، يعني يكون عادي للتلاميذ نتاعنا اللي في الأحياء الجديدة المرحلة، مما يكون من الأمر بفضل قرار فخامة الرئيس اللي رفع التجميد على الإنجاز بناء البنايات المدرسية في هذا الحي الجديد. راه فيه متوسطات ثانويات ومجمع مدرسية، راهي في الإنجاز. عمليات الترحيل هذه التي بدأت منذ 2014 سمحت باسترجاع 530 هكتارا من الأوعية العقارية، فيما سمحت المرحلة الثانية من العملية 24 باسترجاع 11 هكتارا أوعية عقارية لبعث مشاريع كانت متوقفة. فرحة السكن امتدت إلى بومرداس، حيث تتواصل عملية ترحيل 440 عائلة من مساكن جاهزة بثنية إلى مساكن اجتماعية عمومية إيجارية في إطار القضاء على الشاليهات بالولاية. وهبة هو. ولأن رفع تحدي القضاء على شاليهات ولاية بومرداس أصبح واقعا ملموسا، 440 عائلة من الثنية بالولاية رحلت إلى سكنة لائقة. إسكان 440 عائلة من قاطني الشاليهات على مستوى بلدية ثنية لتصبح الحصيلة إلى اليوم 8493 عائلة رحلت، الحصيلة إلى اليوم 8493 عائلة رحلت. فيما يخص الطاعون ستدرس ملف ملف، واللي عنده حقه يديه.
وبلغة الأرقام تم القضاء لحد الآن على ما يقارب 11 ألف شاليه من أصل 15 ألفا. فرحتونا إن شاء الله ربي يفرحكم بعد معاناة يعني مع الشاليهات. نشكر السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس تاعنا، ربي يطول عمره إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يستر بلادنا إن شاء الله وربي يحفظها إن شاء الله، وإن شاء الله ندخلوا بالصحة والهنا لينا والمؤمنين كاع واللي قاعدوا إن شاء الله العقوبة عليهم. العملية 28 في سياق القضاء على الشاليهات متواصلة لاسترجاع أوعية عقارية خصصت لإنجاز عدة مشاريع تنموية. من بومرداس إلى سعيدة، فلإعادة تهيئة واد مولاي العربي بالولاية مشروع في عملية واسعة لهدم البنايات الفوضوية المبنية على ضفافه تفاديا لمخاطر الفيضانات. ريبورتاج لوهيبة دنداني. عملية تهيئة واد مولاي العربي ببلدية مولاي العربي ولاية سعيدة استدعت التخلص من هذه البيوت الفوضوية ضمن خطوة أولى للقيام بأشغال لإنجاز مشاريع تنموية. احنا هذا الواد كان يدير مشكل وكي جاو حلوه ودوك راهم في الإنجاز، وبعض الواحد البني كان في ذوق الواد قلعوه، والبني اللي بعيد ما خربوش فيه، وقالوا السيد الرئيس قال لهم نعوض لكم. جا الوالي هو اللي عطى أمر قال لهم باللي هذا البني اللي قريب الواد حافة الواد نجم ينحاوه. تاك مني جاو طايحوا لينا ما فيها والو، قالوا لنا نعوض لكم أيها مرة. احنا طالبين يعوضونا هذا المكان، وحنا من الحق هذا الواد ينقوه، خاطر علاش يجيب أمراض. قمنا بتهديم هذه المنازل اللي كان على حافة الواد نظرا للزيارة تاع السيد الوالي للنوداسيون اللي دارت لنا هذه المرة في الواد هذا. الأمطار في 14 يوم دارت الفيضان هذه، السكان اللي كانوا على حافة الواد هدمنا لهم نظرا للزيارة تاع السيد الوالي، وغادي إن شاء الله السيد الوالي أعطانا أمر بأن نعوض لهم في أماكن أخرى. عملية التهيئة ستتضمن مشروع إنجاز قنوات لصرف المياه. السامبونوار بور مولاي العربية غادي يتكفلوا به مدية الري، هذا يبقى المياه تاع الأمطار، وغادي يديروا صرف المياه وحده. سدير اليوتيد صرف المياه يبقى وحده، وتاع الأمطار يبقى وحده. أنا تبالي هذه العملية هذه كانوا ينقوا في الوادي يديروا حاجة زينة. هذه المواطنين، هذه حاجة زينة للمواطنين إن شاء الله، هذه كاع يستفادوا منها كل المواطنين، خير ما يدير يضر الناس وحدة أخرى. بلدية مولاي العربي سطرت برنامجا مكثفا يتضمن حملات تنظيف واسعة لتهيئة المناطق التي تمر بها الوديان. حركية تنموية متسارعة تشهدها المناطق الحدودية بولاية تندوف، خاصة بعد فتح المعبر البري الحدودي بين الجزائر وموريتانيا. عن كثب مصطفى بن دهينة. ولاية تندوف ومنذ 10 سنوات تقريبا تسجل حاسي منير القرية الحدودية قفزة نوعية ارتباطا بما تعرفه الولاية من حركية تنموية، خاصة بعد الشروع في تنظيم سوق المجاري الدولي وفتح المعبر الحدودي. هذا المعبر بالنسبة لولاية تندوف هو مكسب استراتيجي هام، حيث سيجعل بلدية وولاية تندوف ملتقى لهذه التبادلات التجارية، وهذا سيؤثر فعلا وفعليا على مستوى التنمية على مستوى هذه الولاية. على أرض الواقع الوفود الوزارية لولاية تندوف تعكس التجسيد الفعلي لتنمية المناطق الحدودية، بينما سجل المتعاملون الاقتصاديون حضورا قويا في مختلف اللقاءات. ونحن اليوم طلب بدعم هذه الإصلاحات والعمل على تجسيدها في الميدان من خلال بعث ديناميكية في المناطق الجنوبية. التجار تاعنا راهم يمشوا حتى لطمرست ويدخلوا النيجر ومن بعد عاود يرجعوا للمالي، يسمى المسافة كبيرة. دوك اللي فتحت المعبر هذا ان شاء الله اللي فتح المعبر هذا راه ناقص علينا 1000 كيلومتر. ما يميز ولاية تندوف هو ما يميز بعض ولايات الجنوب الجزائري، يعني من نقص المصانع الشيء اللي يخلي الإنسان يفرح ويستبشر كثيرا بوجود هكذا مبادرة ترمي إلى فتح معابر حدودية، ومن خلالها يعني جلب متعاملين اقتصاديين لهذه المنطقة، فتح يد عاملة قوية. وهكذا تستمر وتيرة التنمية على هذه المنطقة الحدودية من أجل تحقيق طموحات كل المواطنين. هذا ويتناول برنامج نقاش مفتوح هذه السهرة موضوع تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها. البرنامج الذي تقدمه فوزية بوسباك يأتيكم عقب هذه النشرة على الجزائرية
الثالثة. اختتمت اليوم بوهران فعالية الطبعة التاسعة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة. الصالون شكل مناسبة لعرض آخر التقنيات وتبادل الخبرات وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون، تقول خضرة شيكر. شكل الصالون الدولي للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والتنمية المستدامة وعلى مدار 3 أيام فرصة للمتعاملين الوطنيين والأجانب لتبادل التجارب والخبرات ورصد فرص جديدة للتعاون والاستثمار. الحمد لله كان استقبلنا عدة عروض من عند شركات وطنية وكذلك أجنبية بالخصوص التونسية. إن شاء الله فيما يخص الإنارة العمومية التي تعمل بالطاقة الشمسية. في الصالون هذا أنا تعرفنا مع بزاف ناس، مع بزاف شركات أجنبية وشركات محلية اللي قدوا يرافقونا في المشاريع تاعنا وفي تطوير المشاريع هذا خاصة الطاقة المتجددة. Nous sommes très heureux nous Suna Design d'avoir l'opportunité donc de présenter notre offre à l'occasion de ce salon. C'est très intéressant. Il y a beaucoup d'acteurs nationaux, régionaux de premier rang. Pour nous l'Algérie c'est un marché qui est prioritaire. أجهزة دعم وتشغيل الشباب فتحت فضاءاتها للشباب المهتم بهذا النمط التقوي للإطلاع على فرص التشغيل والاستثمار لتجسيد مشاريعهم المصغرة في هذا المجال. احنا كشغل كشباب بنشوفوا المشاريع الدبلوم تاعنا اسكو عنده مشاريع زعما نجم الدولة دعمنا بمشاريع زعما نجمو نديروها في المستقبل ان شاء الله. ماذا بينا اننا نستثمر في مجال الطاقة وهي الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية اللي احنا نشوف فيهم هما المستقبل. الطاقات البديلة هي المستقبل تاع البلاد. تشجيع وترسيخ ثقافة الاقتصاد الأخضر في المجتمع يبقى المفاعل الرئيس للتحول الطاقوي المستدام، وهو ما أجمع عليه المشاركون في هذه الطبعة. في زيارة للمديرية العامة للجمارك اطلعت اليوم لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة على مختلف المهام التي تطلع بها الجمارك لحماية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة الدولية في ظل برنامج الإصلاح والعصرنة الذي باشرته المديرية مؤخرا. كما توقف أعضاء اللجنة عند بعض مصالح الجمارك بميناء الجزائر الدولي للتعرف على جهود إدخال الرقمنة ودورها في تسهيل المعاملات الاقتصادية وإضفاء الشفافية على التبادلات التجارية لحماية الاقتصاد الوطني. من جهته أكد المدير العام للجمارك فاروق بحميد أن مشروع تغيير المنظومة المعلوماتية لجهاز الجمارك قد بلغ نسبة 50% وسيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. في إطار تحسين شبكة النقل المدرسي تدعمت ولاية الأغواط بحافلة جديدة للنقل المدرسي وزعت على 22 بلدية في انتظار أن تعمم العملية لاحقا على كافة بلديات الولاية، تقول نائلة حليفة. أجل أن يصل التلاميذ في وقتهم المحدد إلى مدرستهم تدعم قطاع التربية بولاية الأغواط بحافلة النقل المدرسي على مستوى بلدية الولاية. لهم شكرا جزيلا اللي جبتوا لنا حافله باش ندوروا بها. الحمد لله اللي داروا لنا هذه النقل المدرسي باش ما نعودش نتوخر على الوقت المدرسي. نثمنوا هذا المجهود نتاع الدوله اللي في الحقيقه عمرها ما بخلت على اولادها وخاصه التلاميذ، اللي عاطيه اهميه كبيره لقطاع التربيه وخاصه الاولاد الصغار اللي هما في الطور الابتدائي. أزيد من 22 حافلة مدرسية جديدة وزعت على البلديات البعيدة والنائية من الأغواط، وما زال المشوار متواصلا لاستكمال كل المناطق وخاصة المعزولة منها. دعمت الولاية حضيرة الولاية والبلديات ب 22 حافلة مدرسية من النوع الجيد اللي راح تكون كدفعة أولى في انتظار الدفعة الثانية. استفادوا منها 22 بلدية. هذا الدعم هذا تاع 22 يضاف إلى الحافلات اللي كانت موجودة سابقا وعددها 159 ليصبح العدد الإجمالي 181، بالإضافة إلى الإعانة المالية المخصصة لعملية التأجير اللي اليوم حاليا عندنا 27 حافلة مؤجرة من طرف الخواص. إن هذه المبادرة تدخل ضمن تثمين مجهودات الدولة في تحقيق مستوى تنموي جيد مع تعزيز القطاعات الحساسة بتدعيمها ماديا ومعنويا.
افتتحت اليوم بالمدرسة العليا للعتاد المرحوم المجاهد بن المختار الشيخ أمود بالناحية العسكرية الأولى. افتتحت السنة الدراسية الجامعية الجديدة. وبالمناسبة أبرز قائد المدرسة العميد عبد الغني مومن أبرز الجهود المبذولة والإمكانات المسخرة لتعزيز سبل الارتقاء بالتحصيل العلمي للمستوى المنشود. في الصحة العسكرية افتتحت اليوم بالمستشفى العسكري الجامعي المختص الرائد السعيد أيت مسعودان أيام إعلامية جراحية بعنوان التخدير الجهوي للأعضاء. الأيام الإعلامية في طبعتها الثالثة تناولت عرض تقنية جديدة في هذا المجال والتي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة. الملتقى عرف حضور كل من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية اللواء عبد القادر بن جلول وكذا مدير المستشفى العسكري لعين النعجة اللواء سويد محمد بشير إضافة إلى مشاركة أطباء جزائريين وأجانب. الملتقى هذا يعد فرصة لإثراء المعارف وفتح مجال التحاور بين الأطباء المشاركين والمختصين في مجال التخدير والإنعاش. نبقي على صعيد الصحي، أجمع المشاركون في ملتقى بسيدي بالعباس حول موضوع زرع الكلى من المتبرع الحي أو الميت. أجمعوا على ضرورة البحث عن الأريجات التي من شأنها تسهيل إجراء عمليات لزرع الكلى تخفيفا من معاناة المرضى مع أجهزة التصفية. المزيد في مراسلة عمارية نهاري. أكثر من 500 مريض بداء القصور الكلوي بولاية سيدي بالعباس، معاناة يومية لهؤلاء المرضى مع أجهزة تصفية الكلى. أطباء وأخصائيون في ملتقى طبي يتطرقون إلى أهمية زرع الكلى من المتبرعين تفاديا لهذه المعاناة اليومية. يوم زرع الكلى عنده فائدة أخرى للقطاع، فائدة أولا على المستوى الفردي وفائدة على المستوى العمومي. لما لاحظنا بأن عدد المرضى يتزايد من سنة إلى أخرى، على هذه قررنا إن شاء الله باش يكون هذا الملتقى في مدينة سيدي بالعباس للتحسيس بأهمية زراعة الكلى. أكد المختصون على ضرورة تسهيل إجراءات عمليات الجراحية لزرع الكلى من المتبرعين تفاديا لمعاناة المرضى والمبالغ الضخمة التي تكلف الخزينة في عمليات تصفية الكلى. تكلفة عملية زرع كلية بالنسبة للمريض لازم نحضر قبل كم يكلف مريض بالنسبة للدولة لما يقوم بعملية تصفية. عملية تصفية مثلا في العام نقدر يقول يتعدى 1 مليون دو دينار، معناتها 100 مليون سنتيم يفوتها مريض واحد. إذا قام بعملية زرع الكلية راح تكون تقريبا حوالي 60 مليون سنتيم، 60-70 مليون للواحد. توصيات سيتم اتخاذها للتكفل بالمريض وتحسين الخدمات الطبية. في الذاكرة التاريخية، شكل موضوع حملي الحقائب من أصدقاء الثورة الجزائرية وما يعرف بشبكة جونسون محور ندوة تاريخية نظمت أمس بمنتدى جريدة المجاهد بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد. حضرها باحثون ومؤرخون ومجاهدون أبرزوا في مداخلاتهم دور هذه الشبكة في دعم القضية الجزائرية. وبالمناسبة تم وضع إكليل من الزهور أمام نصب التذكاري المخلد لشبكة حاملي الحقائب وسط العاصمة في وقفة عرفان. أكد بيان وزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس عنصر دعم جماعة الإرهابية بباتنا، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من البويرة تيزي وزو وبومرداس 3 مخابئ للإرهابيين و4 قنابل تقليدية الصنع. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وقفت مفرزة للجيش بالوادي 3 مهربين وضبطت شاحنتين وزيادة من 74 قنطارا من مادة التبغ. إلى دولياتنا، حيث شيعت اليوم جنازة شهيد فلسطيني قضى اليوم في غارات جوية لطائرات الاحتلال على قطاع غزة، خلفت أيضا 14 جريحا ودمرا واسعا في منازل وممتلكات الفلسطينيين. إلى ذلك، شهدت محافظات والضفة الغربية حملة اعتقالات طالت 20 فلسطينيا على الأقل. يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي منحت فيه الجمعية العامة الأممية دولة فلسطين التي تتمتع بوضع مراقب في المنظمة الدولية منحتها صلاحيات إضافية لتتمكن من تولي رئاسة مجموعة 77+ الصين العام المقبل.
في سوريا لم يتم رصد انسحاب أي جماعة مسلحة من مدينة إدلب إلى حد الساعة في أعقاب المهلة التي حددها الاتفاق الروسي التركي من أجل إخلاء المدينة، الأمر الذي يبقي حالة الترقب حول تطورات الوضع في المنطقة أمام تأكيد حكومة دمشق سيطرتها على إدلب. حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشار المجاعة في اليمن، حيث أحصت أزيد من 13 مليون متضرر جراء المجاعة من أصل 27 مليون نسمة، مؤكدة على ضرورة توفير 3 ملايير دولار لتمويل حجيجات اليمنيين الإنسانية. وفي سياق متصل، أعلنت بريطانيا تقديم أزيد من 9 ملايين جنيه استرليني للمساعدة في تشخيص ومعالجة حالات سوء التغذية في اليمن. في ختام أخبارنا نرحل بكم إلى واحة تغيت الساحرة، دليلنا كريم أبو عافية. على طول يتجاوز 20 كيلومترا من ضفاف وادي زوسفانا تمتد لؤلؤة الصحراء الجزائرية مدينة الكنوز المدفونة تغيت الساحرة. تغيت منذ القدم كانت معبر للقوافل التجارية، وبالتالي كانت تشهد حركة بين مد وجزر من الشمال إلى الجنوب، وتعاقبت عدة قبائل مثل بني كركر بني هوارة. عبر ربوع واحات تغيت تنتشر قصور أودعها تاريخ المنطقة حتى تروي لنا أشياء كثيرة عن الماضي، عن ماضي تغيت وجذورها. إذا قمت بجولة في زقاق مدينة تغيت تجد الأصالة والعراقة كروح تسري عبر أزقتها الملتوية من خلال التواشيح والغناء الأصيل. هناك بدو رحل الذين كانوا يتغنون بالشعر، وفيه حتى الأذكار والوصف والغزل إلى ما شبه ذلك. عند الرجال يكون هناك ما يعرف بالمقدم، هو اللي يكون يجمع بين الناس وتجتمع الناس من حوله. تغيت بجمالها وبواحات نخيلها ما تزال وفية لماضيها العريق الذي يرجع إلى آلاف السنين، فاتحة دائما صفحاتها لزوارها تروي لهم بقايا الآثار وحكايات مثيرة للحضارات التي مرت بها. قبل أن نفترق إليكم استعراضا لأبرز ما جاء في النشر. مكتب المجلس الشعبي الوطني يعلن حالة شغور منصب رئيس المجلس، ويخطر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لتقديم تقرير إثبات الشغور في أجل أقصاه أسبوع. في اليوم الوطني للهجرة شواهد عن مجازر 17 أكتوبر، ونهر السان بباريس يوثق تضحيات الجالية الوطنية بالمهجر ويكرس انتماءها للوطن الأم. الطبعة 19 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، عروض تحفيزية وفضاء للتعريف بالمؤهلات السياحية للجزائر. إعادة إسكان 2000 عائلة بالعاصمة ضمن المرحلة الثانية من العملية 24. وكما تبعتم في إطار القضاء على الشاليهات، إعادة إسكان 440 عائلة ببلدية ثنية ببومرداس. اتفاقيات شراكة وتبادل الخبرات الطاقوية في اختتام الطبعة 9 لصالون الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة بوهران. عناويننا في الخدمة، وخدمتنا الإخبارية مستمرة بعد قليل في أخبار الرياضة وليلى بن فرحة. تقبلوا تحيات الفريق العام، إلى اللقاء.